بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن أعمال مديرية الموارد المائية في الديوانية لمعالجة الشح المائية في المحافظة، قامت مديرية الموارد المائية وبناء على توجيهات وزارة الموارد المائية وتوجيهات الهيئة العامة لتشغيل مشاريع ري حوض دجلة بإعداد نظام مراشنة لكافة الجداول والأنهار المتفرعة من شط الديوانية وشط الدغارة وكذلك على شط الشامية ونهر الفرات. من ضمن الأعمال الأخرى لمعالجة الشح المائية هي نصب محطات الضخ للجداول التي انخفضت عنها مناسيب المياه ورفع منسوب المياه لغرض تشغيل هذه الجداول، وكذلك قمنا بعدة حملات لإزالة التجاوزات، منها تجاوزات بحيرات الأسماك حيث تم ردم 19 بحيرة أسماك متجاوزة ورفع التجاوزات على الأنهر الفرعية التي تضمنت رفع تجاوزات مضخات، وكذلك غلق منافذ لغرض إيصال المياه الخام إلى مشاريع الإسالة واقتصار هذا الاستخدام لغرض الشرب فقط. رئيس مهندسين أقدم، مسافر داخل مطلق، مدير موارد المائية في الديوانية.